ممكن برضك البنت غلطانة، وبرضك أنا بلوم على أم وأب البنت لأن هما كانوا بيسيبوها من 4 و5 الفجر بيرجعوا الساعة 12 بالليل. البنت في فترة شغلهم، طيب يعني شغلهم يا فندم، البنت في فترة مراهقة كانت محتاجة رعاية، محتاجة متابعة، فبرضك يعني كان عليهم لوم. ما هو كان مركب لها كاميرات مراقبة عشان ما تفتحش لأي حد غريب، ولما شافت في الكاميرا جوه في شاشة الكاميرا ان ده قريبها فتحت له الباب وطلب منها مية، طلب منه هو عايز كوباية مية، يعني هما ما كانوش سايبينها والسلام. انا بقول لحضرتك في تمثيل الجريمة ما ذكرش موضوع المية ده نهائي، مش موجود، وده السبب اللي هو في تمثيل الجريمة ما قالش، هو الكلام ده ذكر في محضر الشرطة، ولكن في تمثيل الجريمة قال ان هي فتحت له الباب ودخلت قعدت، ما جابش سيرة المية، وبعد كده دخل وقعد يهزر معاها. ردا على ان في حاجه مخفيه في القضيه، القاضي قدامنا في احد الجلسات طلب منه وقال له انت عايز تقول حاجه، هو بالفعل كان عايز جلسه سريه، طلب جلسه سريه، وبالفعل هو لا هو طلب شرط ولكن الشرط ما اتنفذ، وقال ان انا مش عايز ان يكون خالي موجود، ومش عايز محامين المجني، خالي ما كانش موجود، مش عايز كمان محامين المجني عليه لان هم هيبلغوه، وهو ما كانش عايز يقول ان في علاقه بينه وبين البنت عشان خاطر خاله وعشان خاطر الاطراف، مراعية ان هو برضك من العيلة، ولكن هو ما قدرش يقول كده قدام خاله لان برضك يعني هم عيلة ببعض. تقرير الطب الشرعي اثبت ان بنت بكريزيه ليها فيديوهات زي ما بتقولوا اللي ادعى بيقول ليها، لا انا موضوع الفيديوهات ده ما اعرفش عنه حاجه، اولا هو اتقال في القضيه وبعد كده جه تم طمس موضوع الفيديو ده، ولكن انا بتكلم في حته بكره او مش بكره يا جماعه، هي الغشاء مطاطي. طيب تقرير الطب الشرعي قال كده، قال لي الغشاء البكاري مطاطي. حضرتك النهارده قبل صدور الحكم كنت عايزه تتكلمي مع القاضي، عايزه تقولي حاجه؟ لا انا ما كنتش عايزه اتكلم، هو قانونا من حق الدفاع ان اول ما يتم ان هو تحديد جلسه النط بالحكم من حق المحامي ان هو يطلب فتح باب مرافعه، وده اللي انا كنت عايزه اعمله، او اللي انا بالفعل جيت قدمته الشهر الماضي يوم الخميس، ولكن القاضي قال يتم تقديمه، او السكرتير برضك عشان ما اقولش كلام على لسان القاضي، السكرتير قال ان هو هياخد الطلب او ان انا هقدم له الطلب يوم الجلسه الصبح، ولما جينا النهارده قال ان القاضي رفض. مش معنى كده ان هو يفتح باب مرافعه ولا ان انا بعطل في القضيه، ولكن من حق الدفاع ان هو يقدم الطلب، ومن حق القاضي هو وشأنه يرفض الطلب او يقبله او يكتب عليه نزل وارفاء. في سلك قرابه ما بينك وما بين اندرو؟ لا 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 مش اي قرابه، على فكره انا اول مره اشوفه وانا بتعامل بضميري، وانا مش يعني مش بألف ولا بدافع عن اكمني الناس هنا، يعني حضرتك بتقول ان انت واحده سي، والمفروض تبقى اكتر حد بيشعر يعني بالغبن تجاه اي فتاه او سيده بيتم التعدي عليها. تمام يعني، بس ده في دي حياه بني ادم، البني ادم ده لو مظلوم او لو كل ام قالت ان ده ابنها مشاعرها هتتغير. طيب بناء على كلام حضرتك احنا شفنا اكتر من محامي كانوا حاضرين معانا، تمام، ومن ضمنهم اثنين تنحوا، وفيهم واحد قال لك بعد ما شفت التحقيقات وشفت هذه الواقعة المأساوية اللي تعرضت لها الفتاة أمل تنحى، وذكر هو تنحى عشان المتهم شد معاه، لا ده هو ذكر آية وتنحى، ده من ضمن لا هو أستاذ بطرس هو اللي ذكر آية اللي هو معايا، لا أستاذ بطرس في حد، لا في حد تاني، في حد تاني ذكر تنحى، أستاذ خالد اللي كان معايا في فريق الدفاع قبل أستاذة مريم، مش هو ذكر آية واتنحى عشان هو ما عرفش في تفاصيل القضية وما عرفش يقعد على أندرو أو يقعد مع أندرو ويستحمل طريقة كلامه. أنا مع الأستاذة مريم خليتها تبعد تماما عن أندرو لسبب، عشان هي في قناعتها في الورق في فرق ما بين حاجتين، ما بين الواقعة اللي تمت وما بين الأقوال اللي قالها أندرو. كان أندرو مش عاوز أي محامي يقعد معاه أو يتكلم معاه، فأنا إلى حد ما بعدت أستاذة مريم عن أندرو في القعدة معاها عشان حماسها كان متأكد 100% في فريق الدفاع، وهي أستاذتنا وأستاذة شاطرة في النقطة دي، هي صح إن في اختلاف ما بين الأقوال بتاع أندرو ما بين التحقيقات وما بين التصوير زي ما هي قالت لكم عشان ما عادش الكلام، وما بين الكلام اللي قال، بس دايما أنتوا في الصحافة بنفرق ما بين حاجتين، ما بنفرق ما بين إقامة العلاقة وحب الناس إن هي عفيفة ومش عارف إيه والكلام ده كله، ده غرض بتاع إقامة علاقة، وهو يتجاز عليه او ما يتجاز عليه ده نقطه تانية،
مش هي دي التهمه اللي متوجهه لاندرو. احنا بنتكلم في تهمه القتل، هل هو رايح عشان يقتل ولا رايح عشان يقيم علاقه؟ هو ده اللي الدفاع بيحاول يعمله، عشان احنا بنتلقى سيل من الشتايم انا واستاذه مريم، والناس مش فاهمه النقطه دي. هم رايحين يعملوا علاقه بالرضا او بعدم الرضا، دي النقطه اللي استاذه مريم بتثبتها، وده من الواقع من الورق. لكن قصه القتل دي ما فيهاش سبق اصرار، وهو ده اللي اتكلمنا فيها، ان ما فيهاش سبق اصرار بس. لكن قصه بقى مش عارف ايه وهم قرايب وحاولوا الصلح ومش حاولوا الصلح، دي خلاص حاجات يعني عفى عليها والحكم خلاص طلع. احنا بنتكلم ان الحكم ما فيهوش نيه القتل، ما فيهوش بشهاده الشهود، ما فيهوش في امر الاحاله الاثنين اللي راحوا ما شافوش حاجه، والموضوع خلاص يعني اتفرج اربع مرات. وانا مش عايزه اقول حاجه، مش تم ابعادي زي ما لا، هو عايز يقول ان المتهم رافض الكلام. المتهم رافض الكلام، فاحنا شغلنا على الورق، على اعترافاته، على تحقيقات النيابه، على الكاميرات، مش على كلام المتهم. لان كلام المتهم حتى لو احنا خليناه يتكلم، هو رافض الكلام. فاستاذ بطرس هو عايز يقول كده، ان حته ان احنا التواصل او الابعاد، لا هو مش تم الابعاد، هو المتهم رافض الكلام تماما. المتهم رافض الكلام، هو في لسه فينا تمام. وانا لو متاكده وبقولها للمره الالف، لو متاكده ان اندرو راح عشان يختصب ومعرفش وقتل البنت، كنت تنحيت من القضيه. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح بناء على تقرير الطب الشرعي، بناء على الاقوال. يا فندم انا بقول لحضرتك هو كان في حاله غير طبيعيه. كلام هو رايح يعمل علاقه بس مش راح يقتل. الكلام في فرق ما بين النقطتين دول. احنا اعتراف المتهم غير صحيح، في اقوال متناقضه. احنا بندفع عن المتهم في قصه قتل مش في قصه اختصاص. يا فندم ما فيش سكينه من المطبخ في البدايه يا فندم، ما هو بعد كده غيرت بقى المقاومه والكلام ده زي ما قالت لكم استاذه مريم. اصلا هي السكينه، هو في حد بيحط السكينه على في الصاله؟ هو راح بسكينه في المطبخ. في حد المطبخ. لا يا فندم، انتهى من المطبخ اللي حصل بها القتل. هو قال على كلام اعتراف عنده يا فندم، هو قال ان السكينه كانت في الصاله. تمام، هل في حد بيسيب سكينه في الصاله؟ مستحيل، ما فيش سكينه في الصاله بتتحط في الصاله. وفي تصوير كريمه قال انا دخلت المطبخ، دي حاجه لو هو ناوي يقتلها كل حاجه بتتغير. ما كانش في فاكهه، ما كانش في فاكهة. وفي حاجة تانية، المتهم برضو قال ان الملابس بتاعت البنت وحصل العلاقة في الأوضة الأولى اللي هو أوضة البنت. معاينة الجريمة أثبتت ان ملابس البنت كانت في الأوضة التانية بتاعت الأب، وده بيأكد ان معاينة الجريمة وتصوير الورق استدرجها او شدها. انا بتكلم على الملابس مش على الجثة. الملابس كانت موجودة في الأوضة التانية، اما اندرو قال الملابس في الأوضة التانية. كل جلسة يعني كده كلامه غير صحيح. طيب كل جلسة بيتم مواجهة تهم، كان دايما بيقول احكم بسرعة يا ريس، عايز ريس، انا مش عايز محامين، انا مش عايز حد. ما هي دي النقطة بقى اللي انا بقول لكم عليها. هي دي النقطة هو اللي كان انت بتقول ان هو يعني عايزه تقول هو كان في حالة غير طبيعية، هو كان بيتم ولا وقت الجريمة كان بيتم استفزازه. انا بكلمك على حالته النفسية. تمام، هو كان بيتم استفزازه لما الموبايلات بتتحط في وشه قدام القفص. تماما، ده اللي كان بيضايقه. اما التصوير اللي كان من بعيد ما كانش بيضايقه، ما كانش بيتكلم. عمل له جلسه سريه فعلا، عمل له جلسه سريه عشان يقول لا ما تعملش جلسه. هو طلب في نفس الجلسه ان هو يخش، ولما لقى ناس قرايب المجني عليه او محامين المجني عليه رفض يتكلم، وهو ما كانش عايز يتكلم قدامه. ده سبب عدم كلامه، عشان مش عايز يقول ان في حاجه بينه وبين البنت. المحكمه كانت عايزه تسمعه، لكن هو ما كانش قادر يتكلم قدام محامين المجني عليه، او ما كانش عايز ان هو يوصل. كان محرج من خاله ان هو بنت خاله. طبعا هو غلطان في الحته دي. تمام.